للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور محمود علي حلبلب، الأستاذ في علم الجراثيم. دكتور محمود، منظمة الصحة تقول إنه من المبكر جدا القول بأن هذا الفيروس انتهى. الرئيس الصيني يقول أيضا إن هذا الفيروس دخل مرحلة خطيرة. ما الذي يجعل على هذا الفيروس أو يجعله عصيا على المقاومة ومنع انتشاره؟ مرحبا. هو المشكلة طبعا أنه الفيروس جديد، وبالتالي التعاطي معه بشكل تام صعب جدا، وبالتالي الحالات بدأت تزيد. هلأ ارتفاع عدد الحالات والوفيات في هذه العدوى شيء طبيعي. في أي عدوى بتصير بيصير في عنا تزايد مستمر في البداية في انتقال هذا الفيروس، وبالنهاية يعني نتمنى أنه يصل إلى الماكسيموم تبعه، وبعدين بيصير في كنترول أو يحد من انتشار هذا المرض. لكن كأننا يعني نتابع دكتور يعني جديد. موجات صعود مفاجئة كما نشاهد حاليا، وموجات هبوط مفاجئة. ما العوامل التي تساعد على هذا الصعود المفاجئ في عدد الحالات المصابة مثلا؟ هو للأسف كل ما استمر العدوى، كل ما استمرت والانتقال عم يستمر، بيوضع طبعا ضغط على الحكومات أو على الدولة لحتى تقدر طبعا تقاوم أو تحاول أنه تخفف من انتشار هذا المرض. مع كثرة الحالات مع الوقت أكيد بده يحط ضغط على الجهة الصحية، وبالتالي بيخلق مشاكل طبعا كبيرة. وما ننسى طبعا أنه يقال بعض التقارير أنه 25% من الإصابات تعاني من مضاعفات في الجهاز التنفسي، وبالتالي الإمكانيات لازم تكون موجودة لحتى يقدروا يتعاطوا مع هالزيادة المستمرة بعدد الحالات، وبتخلق ضغط كبير طبعا وعدد الوفيات بده يزيد. لكن أريد أن أسألك دكتور، يعني هل المخاوف من انتشار فيروس كورونا يعني مبررة حقيقة؟ إذا ما نظرنا إلى نسبة الوفيات لنسبة الإصابة، سنجد أن الوفيات مجرد 3% من عدد الإصابات، وأيضا هناك عدد لا بأس به من المصابين يتعافون أيضا. هل تعتقد أن المخاوف مبررة؟ للحقيقة هذا ما ذكرت في المقابلة الماضية، أنه عدد الوفيات ولحد الآن مع زيادة في الوفيات في يوم واحد لا تزال حالات الوفيات 2-3%. ولكن ما ننسى طبعا 25% هودي اللي بيعانوا من جهاز تنفسي أو ضيق في التنفس، يجب طبعا المعالجة بسرعة والعناية الطبية المركزة لحتى نتفادى طبعا زيادة عدد الوفيات في هذه الحالات. أشكرك شكرا جزيلا. ولكن طبعا لازم عذرا لضيق الوقت، يعني كنت أتمنى أن تستمر هذه المقابلة لأكثر من ذلك للاستفادة منك دكتور محمود علي حلبلب، الأستاذ في علم الجراثيم.